لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. النتيجة لا تعكس سير المباراة بأي شكل من الأشكال. للأسف بدأنا المباراة بشكل سيء، استقبلنا هدف في أول دقيقة، أربكنا بعض الشيء، وبعد كده استقبلنا هدف من كرة ثابتة احنا متدربين عليها كويس جدا، وان احنا ازاي نوقفها واحنا عارفين ان هم بيلعبوا الكرة بالشكل ده على العرضة القريبة لجوسي. ولكن للأسف قلة التركيز سببت لنا في الهدف الثاني. مرة تانية اللي يسمع نتيجة المباراة 3-0 يتخيل ان سيناريو المباراة كان مختلف تماما. احنا الشوط الثاني خلقنا 5 فرص، منهم 4 فرص اهداف حقيقية، كورتين في العارضة في المقص لماركوس، وكرة تانية تالتة انفرادة لماركوس من نص الملعب. اي هدف من دول كان كفيل ان هو يقدر يرجعنا المباراة مرة تانية. ولكن رغم النتيجة الكبيرة لازم اشكر اللعيبة ان هم كانوا بيقاتلوا لغاية اخر دقيقة ان هم يحاولوا يرجعوا للمباراة. وفي بعض الاوقات في الكرة لما بتبقى مغلوب سكور ومغلوب 2 أو 3 بيبقى الموضوع يعني بتبقى الموقف بالنسبة للعيبة صعب جدا، وفي لعيبة بتستسلم في موقف زي دي. ولكن انا لازم اشكر اللعيبة ان هي في ظل الموقف الصعب والنتيجة الصعبة فضلوا يقاتلوا لغاية اخر دقيقة. التغييرات اللي عملناها اضافت لينا بشكل كبير جدا في الشوط الثاني، وده لا يقلل من اللعيبه اللي خرجت، ولكن امري نزل كان اضافه كبيره جدا لينا في الاستحواذ وان احنا نستخلص الكره في اسرع وقت ممكن مره ثانيه. نفس الكلام بالنسبه لفرنانداو، ونفس الكلام بالنسبه لصالح. مرة تانية أنا بالنسبة لي كان أسهل حاجة بالنسبة لمدرب زي إن هو لما يتعرض عليه مهمة زي دي، وأنتوا عارفين إن هي مهمة صعبة على أي مدرب، فرقة خارجة من خسارتين، فرقة فيها لعيبة أجانب كتيرة ممكن تكون متعلقة بالمدرب اللي رحل، ظروف كتيرة صعبة، كان ممكن أي مدرب تاني إن هو يرفض المهمة. ولكن زي ما أنتوا عارفين إن أنا رجل مقاتل ووافقت بالمهمة لأني رجل مقاتل، ونتيجة النهاردة مش هتأثر فيا ولا هتأثر في المجموعة في الفريق. وده الكلام اللي انا قلته للفرقة بعد المباراة في غرفة خلع ملابس، ان احنا هنفضل رافعين راسنا وهنعالج الاخطاء بتاعتنا وهنقاتل خلال الاسبوع اللي جاي. عشان كل الناس عكب بتختلف، اما الاهلي بيلعب في البطولة الافريقية، الزمالك في الكونفدرالية، او الاسماعيلي وموجود، والمصري، ونقول كلنا ورا اي فريق يلعب في البطولات او في المحافل الافريقية، الناس تستغرب تقول لك لا الاهلي اهلي والزمالك زمالك، ما تقعدش تطلع لنا بدع وتقول لنا كلام مش هيتحقق. انت لو اهلاوي عمرك ما هتتمنى الزمالك يكسب في الكونفدرالية، وانت لو زملكاوي عمرك ما هتتمنى الاهلي يكسب في البطولة الافريقية. مع ان بقى العرب كلهم امبارح، حتى لو كل واحد بيشجع منتخبه، بس في النهاية كل واحد امبارح كان فرحان بشكل كبير وطايرين من الفرحة من الفريق العين الاماراتي عمله حاجة مشرفة، وصوله للمباراة النهائية امام ريال مدريد في كأس العالم للأندية فخر لكل العرب وشرف كل العرب. عشان ايه؟ عشان فريق عربي. مش حال بقى لو فريق من نفس بلدك، فده وضع طبيعي وشعور طبيعي. العين الاماراتي بمنتهى الامانة يستاهل التحية. بعد نادي سموحة بينهي التعاقد مع مومو نيجوي لاعب فيتا كلوب الكونغولي. المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، ازيك يا كابتن سيف؟ ازي حضرتك؟ صحت سيادتك؟ والله كله تمام الحمد لله. الف مبروك. الله يبارك في سيادتك، الله يبارك في سيادتك. ممكن حضرتك تقول لنا بقى تفاصيل التعاقد؟ هو صفقة انتقال حر 3.5 سنين. تمام. ده حضرتك كان عينك عليه بقاله، يعني حضرتك بتخلص فيه بقاله فترة، لأن حضرتك من فترة قلت لي إحنا مركزين على أكتر من لاعب خارج مصر. طبعا إحنا بقالنا حوالي 3 سنين تواصل معاه يعني. وطبعا الأول كان المعلن ان هو لسه عقده مستمر، لكن احنا مع طول المحادثات والكلام اتضح ان هو يعني عقده انتهى، واحنا كنا وقعنا معاه وهو جه مصر وكل اوراقه وكل شيء يعني تمام، وخد الدفعة المقدمة، لكن هو انتقال حر. طبعا حضرتك الامور المادية ما بتتكلمش فيها، لان حضرتك بتجيبهم توضبهم وبعد كده تاخد فيهم 20-30 مليون جنيه، ودي شطارة. بس ده لعيب كبير، ده لعيب كبير، هو اصلا يساوي اكتر من 20 و30 قبل ما يجي. لا انا مش بقول على ده، انا بقول بصفة عامة يعني. لا
يعني ده لعيب كبير يعني هو بس ديريك برضو لعيب كبير قوي بس للأسف لغاية النهاردة يمكن ما لعبش معنا ماتشين ثلاثة في الدوري وكل شوية يصاب. لكن احنا ان شاء الله بنتعشى بخير وبقى ربنا يكفي شر الإصابة وربنا يوفقنا يا رب ان شاء الله. حظنا عندنا إصابات كتيرة للأسف ان شاء الله يا فندم. هل الله هل فندم عندنا لاعب تاني برضو على نفس المستوى يعني كنت لسه هسأل لا في حد تاني في الطريق على نفس المستوى بس هنعلن عنه لما يخلص خالص ان شاء الله. لما يخلص في حضرتك كلام على حد في الدوري المصري من غير تفاصيل او من غير اسمه؟ لا ما عندناش حد في الدوري المصري ما فيش. مع طبعا تصريح اكيد سموحه ان سموحه مش هيفرط في اي لاعب عنده المرحله القادمه. لا هو في بس مانجا كيز مانجا هو اللي ينتقل يعني هو بيقترب يعني من لفين يا فندم؟ النادي القاهري. نادي قاهري فأني حته في القاهره بالظبط عنوانه مع حضرتك؟ القاهره كبيره. لا هو نادي قاهري هم طلبوا عدم الافصاح عن ذلك وان شاء الله يعني اعتقد ان بكره ينتهي الموضوع يعني ان شاء الله يا فندم ينتهي اتفضل ان شاء الله وان شاء الله باذن الله كمان كل التوفيق لسموحه الفتره اللي جايه يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. بشكرك يا فندم وبالتوفيق دايما. العفو العفو. شكرا شكرا بشكرك شكرا جزيلا المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. وطبعا يعني مهم جدا ان الانديه تعمل دعم كبير سواء من جوه الدوري المصري او من خارج الدوري المصري. اعتقد ان القرارات اللي صدرت عن بعد اجتماع مجلس الاداره اللي فات والاجتماع بتاع النهارده دي بدايه تصحيح اخطاء وقع فيها المجلس في بدايه تولي المسؤوليه. مجموعه قرارات او تعاقدات او اتفاقات تمت في النادي الاهلي مع بدايه المجلس ده او بعد مثلا اشهر من تولي المسؤوليه أدت للإخفاق عربيا وأفريقيا. أعتقد أن القرارات الأخيرة بإقالة مجموعة واستبعاد ناس ومجموعة من كانوا شغالين في لجنة الكرة أو التعاقدات أو ده إعادة تصحيح لأخطاء كانت موجودة. لأن اللي حصل بعد الإخفاق الأفريقي بأن حل لجنة الكرة أو الاستغناء عن خدمات الكابتن زيزو أو الكابتن علاء عبد الصادق ده برضو كان قرار يعني انا شايفه انه متسارع شويه. لان هم لو ما بيشتغلوش او عليهم ملاحظ كان ممكن تعمل القرار ده قبل مباراه الترجي او قبل الاخفاق الافريقي. لكن ما خاصه وانت اللي جايبهم وهم كانوا موجودين قبل كده في المجلس السابق وانت اللي قررت ان انت ترجعهم. يعني للاسف كان في بعض الفواتير الانتخابيه اتسددت في الفتره الاولى من عمر المجلس الحالي. اعتقد ان اللي حصل في لا ليه؟ لان في هناك كابتن حسام البدري طبعا هي معلومه طبعا موجود وفي اتصالات وفي رغبه من بيراميدز بدم عبد الله ورغبه من اللاعب كمان كبيره جدا. هو راجع بيراميدز بالظبط بيراميدز ان كان هناك كابتن حسام البدري وهو كان موجود معاه في النادي الاهلي وكان بينهم علاقه كبيره جدا يعني في رغبه من كابتن حسام ان هو بعيدا يعني. كمان عن كابتن حسام يعني في زي شبه تعليمات لكن هل اللي على بيراميدز لو هيجي مصر هيجي على بيراميدز سهل يعني متاح لو هيجي مصر هيرجع على بيراميدز احسن له يرجع لفين؟ احسن له؟ اصل الفرق مش كبير قوي يعني بين الزمالك وبين بيراميدز ماديا ما عادش كبير. لا مش بتكلم ماده الماده اكيد خلصانه انا بتكلم احسن له هو بيفكر لو فكر بقى بالعواطف بقى وان هو يحافظ على الشعر اللي باقيه بينه وبين جمهور الاهلي او الناس اللي بتحبه في الاهلي فمش هيروح الزمالك. راي حضرتك؟ والله ما لو انت حسبتها زي جمهور الاهلي والزمالك مش فارقين بالنسبه للاثنين بالنسبه له هو على فكره انا شايف ان هو يعني عبد الله بفكر فيها يعني عبد الله في مرحله يعني تقدر تقول مرحله تخبط يعني عبد الله قل كتير جدا بعد كاس العالم بدليل ما كانش موجود مع المنتخب ده دليل ان الجهاز الفني المنتخب ما عندوش قناعه بادائه ومستواه ان هو ما بيقدمش مستويات موجوده مع المنتخب جدا. انا في كل حال شايف ان عبد الله السعيد لن يعود كما كان في الاهلي او كما كان في الاسماعيلي ايا كان المكان اللي هيكون موجود فيه يعني ايا كان بالظبط. لكن في النهايه هو هيختار طريقه وهيختار مستقبله يعني هل عايز نادي جماهيري فيرجع نادي الزمالك ام عايز يزيد من دخوله الماديه فيرجع نادي بيراميدز ده تبقى لاختياراته هو يعني. وانا شايف ان الاخير هو هيبقى قرار مش هيبقى الاقرب عبد الله للاختيار الاخير يعني لان عبد الله ما عادش يفكر اللي هو في ايه الزمالك ولا بيراميدز اعتقد يعني هو قرار مش اختيار هو قرار قرار هيصدر عبد الله يرجع بيراميدز. تخف الحد على جمهور الاهلي على الهجوم عليه في الزمالك ولا في بيراميدز؟ بالعكس بالعكس في الاثنين واحد مش هتفرق يعني مش هتفرق مش هتفرق ده يمكن تزيد شويه. مصر
جايز لساني طويل ما بسكتش لان دي طبيعتي من وانا بلعب من وانا بلعب واقف قدامك اهرامات سياده الفريق اول عبد المحسن كامل مرتجي واقف قدامك كمال بيحافظ رئيس الجهاز مركز المحاسبات واقف قدامك الحاج احمد صقراط رئيس البنك مش عارف ايه واقف قدامك كذا وبقول لا انا معترض على واحد اتنين تلاته ومش هلعب واسيب الملعب وامشي فدي دي طبيعتي من وانا بلعب في الشارع مش لما بقيت مصطفى يونس لا دي طبيعتي الصح صح والغلط غلط ممكن ابقى انا غلط او اسلوبي غلط لو ما عندكش دي كنت خدت فرصتك يوه قوي الاثنين اللي ماسكين اللي تولوا النادي الاهلي من اقرب الناس ليا يعني حسن ده حمدي طبعا ده احنا مش عايز اقول لك العلاقه كانت عامله ازاي حسن حمدي لما بطل كوره وكنا هنشتغل في الاهرام انا وحسن شحاته وحسن شحاته واحنا رايحين تونس بطوله كانت كاس فلسطين مصطفى احنا هنشتغل انت في الاهرام فكان معانا الله يرحمه استاذ نجيب المستكاوي المهم حسن حمدي اشتغل في الاهرام عشان ما طولتش يعني وبعدين قال لي مصطفى انا اول مره اقول الكلام ده على مدار السنين دي كلها مصطفى احنا بقالنا من ايام 67 لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه